الله يخليكم سي الحموشي وسيدنا الله ينصره. هذا السيد هذا اللي جاء المغرب ودخل الدار بنية حسنة ودى البنت وخرجها داها واش لمصر واش داها السعودية واش هذا قانون كاين واش هذا حق كاين. هاد السيدة هذه قلبها كيتحرق ربي اللي عالم بها. هي ما كتعرفش تكذب أو لا كتعرف تمثل أو لا كتعرف تدير شي حاجة باش تبقى في الناس ولا تبقى كتضرب بحرقة ديال بنتها. أي أم غتحس بها، أي أب عنده ولاد وغيحس بها، حيت هاد البنت ما كتنعس لها ليل نهار. ربي اللي كيعلم بها، غير حنا اللي كنفوجوا عليها. هو داي البنت ما عنده غرض وجايب نية حسنة. حنا كنلاجئوا سيد الحموشي، هاد السيدة ما هي مدابزين، ما هما مقاتلين، ما هما على شي فوضى، ما هما حاكم، ما هما كريساج، ما هي حتى شي حاجة. هاد السيدة كتلاجئ على بنتها، بغات كبتها. إلا الناس كترمي ولادها هادي راه غتموت على بنتها. الله يخليك السي الحموشي، حنا كنترجاو سيدنا، حنا ما كان بغينا حتى شي حاجه، حنا بغينا هاد البنت يتهز لها حقها، حيت هذا مصري جا دخل بات فورس فينا وبات فورس في المخزن ودى البنت صحة وخرجها من المغرب. اذا حنا لا شيء، هذا اللي خرج هاد البنت خرجها، يعني حنا ما عندنا السلطه تحدانا وتحدى السلطات، وحنا عندنا الامل في سيدنا وفي سيد الحموشي. الله يرحم لك الميمه ويخلي لك وليداتك. راه السيدة كتقطع على بنتها، راه هي كره ما كتعرفش تصنع ولا تكذب ولا تبكي ولا. هاد البنت هادي راه ربي اللي كيعلم بها، راه حنا اللي كنواسيوها. راه شهرين راه دازت عليها بحال دازت عليها عامين، هو كيلعب عليها وتيضحك عليها وتيقولها فين تحطي رجلك تحطي راسك. واش هو ما عندوش امو؟ شوف امو هو شنو دايره عليه، هو راجل ومجوز، شوف امو اش دايره عليه. وهي اللي بنيتها باقا صغيره دريه، الا مرضات خصها ولا جات سخانه خصها. هاد خصو هادي ما عندهاش ما عندهاش ولادها، هاد خصو ما عندهمش ولادهم، ما عندهمش الكبده. كنت غير هاد السيده مكرفصه على هاد البنت او لا ضيعه هاد البنت وعنده شي دليل عليها ياخذ البنت صحاق يجي يديها قانونيا. ولكن البنت عايشه بخير وتيهضر يوميا وجد البنت بسهوله، حيت حنا المغاربه واخا فينا القباحه حنانيه. كيدخل عندنا بنادم كان 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 ما كنلقاوش عندنا الغدر، واخا نكون مدابزه معاك تدخلي حط لك ناكلوا الطعام نسينا كل شيء. هو مصري دخل غدار غدرنا، دخل المغرب غدرنا، ودخل دارنا غدرنا. راه هاد السيده شوفوا دخلنا عليكم بالله، الا ما شوف هاد البنت هذه راه ربي اللي كيعلم بها. الله يرحم لكم الوالدين، وتا واحد ما يتهز عليها. اللي كيعيطوا لا يقولوا لها كيتهزوا عليها، راه عندكم مواتكم، واللي ما مجوجش راه غيتزوج، اللي ما ولدش راه غيولد. حتى واحد ما يتهز عليها، راه ما راه فيها ما تخاف وما تكذب وفيها ما تتصور وتندب. ولكن حنا ما كنتصنعوش، حنا مغربيات حرين، حنا كنلاجئوكم. نتوما المغاربه توقفوا في صفها، وانتوما المغاربه توقفوا معاها. كي جات هاد الكره هادي وكلشي داروا يد في يد، كاع البلدان تصالحوا، كاع البلدان كلشي شجع. انا بغيتكم توقفوا مع هاد البنت، جيبوا لها بنتها. الله يرحم لكم الوالدين، الا ما جيبوا لها بنتها وقفوا معاها، راه ربي اللي كيعلم بها وربي اللي كيعلم بدارها ودارهم وخوتها. انا خالتها كنخرج من الخدمه وتنجري معها وتنواسيها. الله يخليكم اسيد الحموشي، الله يسترك والله يحفظك. حنا راه كاع ولاد المغرب وكاع ولاد المدينه، ولاد المدينه تسلا. الله يرحم لك الوالدين ويرحم لك الميمه في القبر. الا ما غير شوف بحت لينا في هذا الشيء، وشوف هذه البنت كيفاش تخرجات. غير هو تحدانا وتحدى المغرب ديالنا، وحنا بغيناكم توقفوا عند حدو وتعرفوا المغرب اش كيسوى. والسلام عليكم. واخا قولي لي اخيرا، انت كنتي منين جهه السيد هذا؟ ما دارش انا جيت من الخدمه، جيت لقيته هنا، وهي اللي منها لافوت. انا منعيت قالوا راه محمد غيجي، قلت لهم ما عندك وتعطيوه للبنت، حيت انا بنت الوقت وعارفه. انا كنبيع ونشري في الزنقه، خدمت في اي بلاصه خدمت فيها، عارفه بنادم عقلو شنو فيه، عارفه حروب بنادم. هي ما عارفاش، خوتي ما عارفينش. ها هي قلت لها شوفي عندك تعطيه البنت. ولو شحال هاد ولد اختي شحال كيصور في النار؟ 4000 ريال في النار، 100 درهم في النار، يمشي معاه فيما مشى.
ما تلقوهش. قالت لي لا راه هي قالت لها غير عطيوها البنت يساريها وفوج بها. جيت انا من الخدمه لقيته جالس انا فوق الكرسي سلم عليا كيضحك معايا بنت اختي مريضه غنديوها للسويسي غنعيط للطاكسي قال لك انا نديكم. عطاوه بيجامه مزوقه وعطاوه لي كوش. عمرك ما تشوف انا كنشوف داك السيد مرهوب مرهوب. ماما ماما كيقولها ماما ماما دانا الطوموبيل حرق الضو وقف علينا البوليسي قال له تخلص الخطيه اللي درتي. انا كنقول له لا راه حكا مسكين راه مصري وراه هادي كنهضر معاه هو بتقوه التلفاز جبد الفلوس مرهوب حطنا في داك في السويسي في الرباط وقلب الدوره مشى. هذيك هي الشوفه الاخرى شمتنا ضحك علينا. كون يضحك علينا شكون شي كان مغربي ولد بلادك ما يبقاش في كل حال كيتسمى مغربي ولد بلادك تقاتل معاه ودابز معاه وغادي غتشوف تشوف. وهذا انت غير مصري جيتي ضحكتي علينا حنا مغاربه حنا اللي بيبان لنا محلولين ضحكتي علينا. هذيك هي مشيتو عيطات له انا هضرت معاه قال لي حكا انا كنت مريض وكنت هادي وكنت هادي وكنت في السويسي وكنت هادي. قالت له ودي انا عيطت لك زعما واش جيت تغدى معانا. هي هذيك ما عاودتش ترجع. عيطوا لفاطمه كتهضروا معاها كتهضر معايا في التليفون قلت لها عرفتي اش غديري قالت لي اه. قلت لها باتي ما تصبحي قلت لها تجي للمغرب. جات مشيت انا وياها مشينا للسفاره مشينا ما خلينا فين مشينا انا وياها تنجريو كنجي من الخدمه وكنمشيو تنجريو. ولكن هادشي اللي دار راه ما كيدارش هادشي اللي دار راه ما تيدارش هذا دخل دارنا وغدرنا ودار هذا يقدر يدخل يذبح ويعاود يخرج. مني هذا جا دا بنت باقا صغيره كنت هي كبيره نقولوا بعدا راه كبيره دا بنت باقا صغيره يلا عندها 4 سنين وداها وخطف البنت وداها. اذا راه يدخل المغرب ويدير فينا ما بغى غيدخل واحد غيصدم واحد اخر غيدير ما بغى هنا في المغرب. على كوكات هي نيتها فيها الغدر اولا خايبه هي غادي دير له الاستضافه تجيبو لهنا 3 شهور ما تجيبوش غتقول لك انا وياه معاه الغدر ولكن هي ما نواتش معاه الغدر. حنا كنتلاجئوا للسلطات ديالنا حتى حنا عندنا السلطات ديالنا حتى حنا توقف معانا حتى حنا اي حاجه كتكون راه كلشي كيحضر حتى حنا يوقفوا معانا هاد السيده هادي. حتى هي مواطنه مغربيه راه ماشي جايه من شي بلاد راه اي بلاد كتوقع فيها شي حاجه كيبقاو فينا كنشوف في التلفزه تيبقاو فينا ولكن هي حتى هي راه مغربيه ما يمكنش البنت كتبكي وكتقطع ما هي السما راه بعيده عليها والارض راه هي فيها راه ماشي حق هذا. وتتوقع شي جريمه بنادم عادي واللي بغى يطير وينزل وعاد وكانت شي حاجه وراه كبده هذه ما عرفنا ديك البنت شنو غتخرج هنا في المغرب ما عرفنا شنو غتخرج ديك البنت في المغرب اللي جيتي انت وديتي ديك البنت بسهوله. انت اللي غتدي البنت وتعيش معاك البنت دي ما على انت ولدتك البنت وغتديها لها. هل حنا عندنا ولادنا رخاص؟ حنا ما عندناش ولادنا رخاص حنا كنموتوا على ولادنا وحنا ما كنزوش ولادنا. نقصوا شحال من مره كتلقاها مسكينه زوره كتصعب الزنقه على ود ولادها ما كان الناس ما كتخ حنا ما كنرموش ولادنا. هذيك اللي كيرمي ولادها ما عندهاش الكبده. حنا كنطلبوا الله وكنطلبوا سيدنا وكنطلبوا الحموشي وكنطلبوا حتى الشعب المغربي كامل حتى هما كنطلبوا يوقفوا معاها حتى هما راه عندهم الناس وعندهم في السعوديه عندهم في مصر عندهم في اي بلاصه يوقفوا معاها ويشوفوا هاد السيده ردوا لها بنتها. راه ردوا لها بنتها راه عندهم قصر في الجنه راه ماشي طلبت منهم شي حاجه خايبه راه ما طلبت منهم فلوس ما طلبت منهم مدابزه ما طلبت منهم ارض ما طلبت منهم غير بنتها غير كبتها. راه هي اللي عندها عوينه وحده باش كتشوف وراه اللي عنده وليداتو غيحس بها واللي ما عندوش ولادو هو اللي كيبقى يهضر شي هضره خايبه بحال داك النهار تيعيطوا لها وكيتزلوا عليها. راه عندكم مواتكم وعندكم خواتاتكم والدين وانتم غتزوجوا وغتولدوا واللي تعجب يتبلى. لو كون حنا غدارين ما غنخليوش يدير لنا بحال هكا كون حنا غدرنا قبل ما يغدرنا ولكن هو غدرنا قال لك رخيصه بتعليمه. والله يرحم الوالدين هادشي اللي تنقولوا حنا ما قلنا حتى شي حاجه ديال شي حاجه البنت طالبه شي حاجه اللي ما كايناش. راه كتلاجئ هي الملك ديالها الملك ديالنا حنا كامل اللي كتلاجئ ليه كيوقف معاها باش حتى حنا يعرفوا حنا حتى حنا عندنا حتى حنا عندنا سلطات. انا داك النهار بيت عندهم تيقول لها سمو الملك ديالهم
الله قال لا شتي البنت، انا نقولها البنت ماتت. علاش؟ شنو دارت لك هاد السيده؟ شنو دارت لك محمد هاد السيده؟ شنو دارت لك؟ عايراتك سباتك تكرفصات عليك حيت انت مصري جابتك لبلادها وتكرفصات عليك. شنو دارت لك؟ داكشي اللي درنا لك انت ما يدارش كتهتر به. شنو دارت لك هاد السيده؟ داكشي اللي دارت لك ما داروش لك حبابك، ما داروش لك الضفارتي تقطعوا لك. ما عرفتش كدير بقى نهضر شي هضره ما كايناش. حشومه كاع هاد السيده شنو دارت فيك؟ ما درت حتى شي كلمه لعيب. اللي غادي تحيدها طرف منك بنتها، كون حيدتي لها يديها وما تحيدش لها بنتها. الله يرحم الوالدين الا موقفوا مع هاد السيده هادي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير الا موقفوا مع هاد السيده هادي. راه مشويه على بنتها ومحروقه على بنتها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.